مرحبا، أنا جيت من ألمانيا مشان أزرع شعر. جيت على مركز كولت سيتي لزراعة الشعر في تركيا في إسطنبول. كان الاستقبال كتير حلو من المطار، ذهبنا على الأوتيل كتير حلو. وصل لي نهارين زارع الشعر، كانت العملية كتير هادية بدون ألم وكتير ما طولت كتير. وهلأ صار لي 3 أيام زارع شعر، حتى الآن النتيجة الحمد لله كويسة وما في ألم حتى الآن. Very good.